النهاردة حابة أقول لكم على أعظم مكان في العالم أو أطهر مكان على مستوى العالم كله، جبل التجلي. جبل التجلي مكانه ليس معلوم عند الخبراء، بعضهم يقولوا الوادي المقدس لأنهم لم يتذكر مكانه تحديدا في النصوص. اختلف بعض المؤرخين، معظمهم قال جبل التجلي وبعضهم يقول جبل التجلي يقع على الجانب الغربي من جبل الطور، يمتد على مسافة 60 كيلو حتى مفارق فيران، وإن سيدنا موسى عليه السلام طلب رؤية ربه من جبل الطور، فتجلى الله سبحانه وتعالى للجبل فدك الجبل دكا وتحول من جبل عملاق إلى رماد في أقل من ثانية. سيدنا موسى عليه السلام نظر إلى كل ده أخشى عليه مما رأى من هول اللي حصل في المكان، ولما فاق سيدنا موسى قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فسأل موسى عليه السلام ربه، فأمره رب العالمين إنه يصوم 30 يوم وعشرة أيام ليسمع كلام رب العالمين ليعطيه التوراة. قيل إن 30 يوم وعشرة أيام هم شهر ذو القعدة بأكمله وعشرة أيام من ذو الحجة. القرآن الكريم أقسم بقدسية المكان، قول الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين. الغريب في المكان ده إن حتى الآن فيه شجرة اسمها الشجرة العليقة المقدسة. يقول بعض المؤرخين والأثريين إن الشجرة دي لم يتغير حالها لحد الآن من ساعة عهد سيدنا موسى حتى وقتنا هذا، خضرة زي ما هي ولن تنبت أو تزرع في أي مكان على مستوى الكرة الأرضية غير في المكان ده الوادي المقدس. سبحان الله ورب العالمين. إن عجبكم الفيديو اشتركوا معايا واتمنى تشرفوني.